عزتي وجلالي لأقسمن الموقف يوم القيامة فيما بيني وبينك إلى قسمين. أنت تقول أمتي أمتي أمتي، وأنا أجيب عليك وأقول لك رحمتي رحمتي رحمتي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك ملء أنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثه إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا أمنت لشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في كاسي. روحي بحبك في الطيان تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعيش مع آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. القارئ الكريم غواص في بحر النغم، سوف نجمع معه من لآلئ وأصداف القرآن الكريم حسن الصوت، دقة الأداء، روعة التلاوة، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، وما قارئ مسجد سيدي الرفاعي بالقاهرة. هيا بنا نعيش مع فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. ادعو الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم.
أكبر. عنك يا رب. لا إله إلا الله.
تعليك يا رب. وله كل شيء يا رب. الله يا عليك يا عم الشيخ انور. الله يا استاذ انور ربنا يرضى عنك. الله يا ابني.
عليك يا مدرسة. ونعمل أداء يا شيخ أنور. ربنا يبارك فيك. كمان النغمة دي كمان ينبقى سواء. وقولي الحق لله. فضله عليك يا رب. وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يا سلام. الله أكبر. وما ربك أنور. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. أيوه 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 يا عم كمان. ربنا يرحمنا جميعا يا رب. كمان يا أستاذ أنور كمان. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب.
يا أيها الإنسان
اللهم صل على حضرة النبي. الله عليك يا عم شيخ. مش هنقدر نقول فيها اجمل من كده. ما غرقني ربي تلتني. مدد يا رب. مدد يا رب. الذي مساعد بالصحه يا عم شيخ انور. عم شيخ انور، عم شيخ انور كمان يا اخي. Thank you.
ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. الله يا استاذ. وما صلى الله عليه وسلم.